وكل محبي مشاهدي قناه الاهلي، يعني اكيد قناه النادي الاهلي دايما باستمرار بتحاول تعمل لكم حاجه ممكن تكون بسيطه. يعني احنا عاملين مسابقه ل 10 افراد ان شاء الله، اللي هيتوقع نتيجه مباراه السوبر ونتيجتها هيكون فايز معانا. طبعا هتبعتوا لنا فيديو هتقول من خلال الهاشتاج السوبر اهلاوي نتيجه المباراه ومين اللي هيحرز الاهداف، هتكون واحد من 10 اللي هيكونوا فايزين بهذه الجائزه، هو تيشيرت النادي الاهلي. اكيد كلنا عايزين نبقى كلنا لابسين احمر في احمر، فبالتالي شاركونا حتى نهايه المباراه، يعني من بدايه دلوقتي حتى نهايه مباراه الاهلي والزمالك او قبلها بشويه، عشان ايه؟ نبقى فير مع الناس كلها. يعني طبعا شاركونا بالفيديو، واحنا دايما معاكم باستمرار على صفحه قناه النادي الاهلي على الفيسبوك الاهلي تي في. كابتن هاني رمزي برحب بيك مره ثانيه. خلينا نتكلم بقى على مباراه السوبر كابتن، واحنا اهو بنحاول نمتع جمهورنا بحاجه ممكن تكون بسيطه، لكن الامتع انك تشوف فريقك بيكسب في بطوله السوبر، خصوصا يعني ان مباراه وزي ما بقول راجعين من بطوله كاس امم، بعض اللاعبين في غيابات نتيجه اصابه مروان محسن، في اجهاد في بعض اللاعبين، مباراه صعبه للفرقتين. ولكن يمكن كابتن حسام البدري كان معانا امبارح على الهواء بيتكلم، لا المباراه صعبه بالنسبه له، بعض اللاعبين الى حد ما مجهده، هو بيحاول الى حد ما يرجعهم. معلش كابتن قبل ما بس نجاوب على السؤال ده، انا معايا محمد سعيد مراسلنا من الامارات. محمد مساء الخير. محمد فاروق، وتحياتي ليك وتحياتي للكابتن هاني رمزي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي ليك يا محمد. يمكن اكيد بكره مباراه مهمه جدا، اخر استعدادات لفريق النادي الاهلي، خصوصا يعني النهارده الجو عامل ازاي والمحاضرات والبرنامج العام بالنسبه للفريق هيكون عامل ازاي؟ بالطبع خلاص العادي التنازلي بدا يا كابتن فاروق لمباراه القمه ساعات قليله ان شاء الله، ومباراه مهمه جدا لكل اللي ينتظرها على حر من الجمر هنا في الامارات، في السعوديه، في يعني في كل الدول العربيه القريبه من الامارات. عايز اقول لك نسبه المبيعات على التذاكر، الميزه فيها ان مش النسبه كبيره في مبيعات التذاكر، لا الميزه ان المبيعات نفسها اختلفت من اكثر من دوله عربيه، يعني السعوديه اتباعت فيها نسبه كبيره، الامارات، قطر، الكويت، يمكن في كمان دول في شرق اسيا ولندن وامريكا وحتى في مصر كمان. يعني المفاجاه اللي عايز اقول لك عليها في مصر اصلا كمان نسبه مبيعات التذاكر مصر بالنسبه لهم مش نسبه كبيره، النسبه الاكثر كانت في الامارات وكانت في الدوحه وفي السعوديه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. لو هنتكلم عن النواحي الفنيه اللي تخص الفريق يا كابتن فاروق، الفريق لسه مخلص المحاضره بعد العشاء من شويه، ويعني يمكن حتى عايز اقول لك اللوبي كابتن شادي محمد على فكره كابتن فاروق جنبي ومش عايز يسكت، بس انا بقول له اسكت بقى يا شادي انت عشان رفعت 500,000 كاسه هو من اكتر اللاعبين اللي اخذوا كاس سوبر، فطبعا لازم يقعد يتكلم براحته لازم. انا بقول لك كابتن فاروق بيقول لك انت من اكتر اللاعبين اللي شلت كاس السوبر، ها مش مصدق على فكره. ليه كده؟ ده حبيبي شادي. قول له ماشي يا شد ماشي اتفضل يا محمد. فبقول لك الفريق يعني لسه مخلص محاضره، ويمكن عايز اقول لك اوصف لك مشهد عدد جماهيري النادي الاهلي اللي موجود قدام فندق الاقامه وفي اللوبي، يعني بيجدوا صعوبه بشكل كبير جدا حتى انهم يطلعوا من المحاضره او يطلعوا من العشاء من الغرف. يعني الناس متشوقه جدا لرؤيه لعيبه النادي الاهلي، لرؤيه الفريق، لرؤيه الاستعداد للمباراه، تطمن على الفريق قبل ما يلعب مباراه بكره، فحتى بعد المحاضره على طول خرجوا من الباب عشان يقدروا يطلعوا للعشاء وبعد كده يطلعوا للغرف. ففي يعني في اهتمام كبير جدا من جماهير النادي الاهلي بالفريق من خلال اليومين اللي فاتوا، من 48 ساعه اللي فاتوا قبل مباراه القمه، وبكره يعني هيظهر ده بشكل لافت للنظر في المدرجات وفي الملعب، برغم ان المدرجات بكره او الكراسي اللي تم طرحها من طرح تذاكر من خلالها 35,000 متفرج، وتم تقسيم العدد بالتساوي بين الفريقين، الاهلي 17,500 كرسي والزمالك 17,500 كرسي، لكن انت من المتوقع انك بكره تشوف اكثر من 17,500 من جمهور النادي الاهلي في مساحات اخرى كمان في الملعب. الفريق خلاص يعني ان شاء الله بيستعد للمباراه، كل اللاعبين في حاله فنيه وبدنيه متميزه جدا، اطمنين على حاله الدوليين، حاله اللعيبه الدوليين. كابتن حسام بدري خصم لينا ومعانا قال ان هم عندهم استعداد للمباراه بشكل كبير، عندهم يعني قابليه ان هم يلعبوا المباراه النهارده قبل بكره، رغم ان في حاله اجهاد، رغم ان الكل كان بيشتكي من الاجهاد وان توقيت المباراه طبعا مش مثالي خالص بعد مباراه البطولات الافريقيه، لكن الدافع اللي اتخلق الاجتماعي اللي تم بيني وبينهم ده حسسني ان اللعيبه عندها احساس ان هي تلعب مباراه وتحقق بطوله عشان قد يعني نوعا ما تبقى تعويض عن اللي حصل في نهائي الامم الافريقيه امام المنتخب الكاميروني في بطوله الجابون. طبعا تم الاتفاق او تم الاعلان بشكل رسمي عن استبعاد ثلاثه لاعبين من ضمن البعثه
الكامله بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. باسم علي شعر بجهاد فمش موجود في مباراه بكره، عمرو السوليه ورامي ربيعه ما زالوا بيستمروا في اداء التدريبات التاهيليه، فبالتالي متواجد في قائمه المباراه حتى الان 30 لاعب. غدا ان شاء الله بعد المحاضره هيعلن قائمه ال 18 وسيكون خارج القائمه 12 لاعب. عارفين ان ضمن القوام الرسمي للبعثه النادي الاهلي لكره القدم في عمرو بركات، سليمان كليبالي احد الصفقات الجديده، في ثلاثه صاعدين فوز الحناوي، احمد حمدي، احمد رمضان بيكهام. الخمسه دول ما تستبعدش ان ممكن تلاقي بكره منهم واحد او اثنين في القائمه او واحد منهم اساسي على فكره، لكن التشكيله بشكل عام لا يعني فيها تكتم بشكل كبير. لمسنا من تصريحات الكابتن حسام من خلال متابعتنا للتدريبات ممكن يكون في عنصر منهم موجود في الاساسيين او حتى في البدلاء، وبشكل عام الفريق يعني لا في حاله فنيه كويسه. كابتن حسام يعني اطمأن على حاله معظم اللاعبين. احمد فتحي ما زال يعاني من بعض الاجهادات اللي كانت موجوده في مباريات الاخيره في البطوله الافريقيه، سواء في الكدمه اللي خدها في كتفه او حتى الام كانت في الركبه نتيجه اجهاد بسبب ارضيه الملعب في بورجانتي. ومن خلال حديث عن ارضيه الملعب كابتن فاروق عايز اقول لك لعيبه النادي الاهلي النهارده وهي نازله ملعب محمد بن زايد حست ان هي كانت بعيده عن ملاعب كره القدم، شهر كامل بتلعب في بورجانتي وبتلعب في بروفيل في جابون، لا فرق شاسع بين السماء والارض من هذه الملاعب وملعب محمد بن زايد. اللعيبه حتى مجرد ما نزلت استنشقت حتى الهواء، قالت لك ايوه اخيرا دخلت ملعب كره قدم من لا شهر. والجو في الامارات في التوقيت ده كمان يا محمد جو جميل. عايز اسالك سؤال اخير يا محمد قبل يعني ما يعني اكمل كلامي مع كابتن هاني، هل في حدث اجتماع اخير مع المهندس محمود طاهر او مع اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين في الامارات بالفعل. يعني تحفيز بالفعل يعني انا كنت اختم التقارير الخبريه او الاخبار هنا من بالنسبه للبعثه. الجزء الاخير ان في ختام اليوم النهارده مهندس محمود طاهر بالظبط جه بعد العشاء وقبل بدايه المحاضره خمس دقائق بالظبط، دخل للعيبه اتكلم مع اللعيبه اتكلم مع الجهاز وصل رسائل محدده بالنسبه لمباراه بكره، وعلى طول بعد ما عنها الرسائل وبعد ما عنها الحديث خمس دقائق بالظبط خرج وترك اللاعبين للمحاضره وتوجه لفندق الاقامه، واتمنى لهم في النهايه ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه كبيره. معظم الرسائل اتوجهت رسائل حماسيه، وتوجهت بعض الرسائل للاعيبه الدوليين تحديدا، قال لهم انتوا وصلتوا لاعلى قدر ممكن في البطوله الافريقيه، شرفتوا اسم مصر، رفعتوا اسم مصر عاليا، ومنتظرين ممكن ان شاء الله بكره انكم كمان تشرفوا النادي الاهلي وتحققوا بطوله انكم دايما متعودين ومعودين النادي الاهلي على تحقيق البطولات يا كابتن فاروق. ان شاء الله بكره يكون بالتوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي يا محمد، ويوم طويل عليك بكره ان شاء الله. طبعا بنشكرك انت وكابتن شادي وكل طاقم العمل اللي معاكم في من قناه الاهلي في الامارات. اشكرك يا محمد سعيد طبعا مرسلنا من الامارات. كابتن هاني يعني سؤالي، مباراه الغد مباراه صعبه ويمكن كنا بنتكلم عليها كابتن من خلال حضرتك دلوقتي، يعني التعامل مع مباراه زي كده في ظل الصعوبات اللي ممكن بيواجهها كابتن حسام بدري اللي اتكلم عليها. طبعا اهلي وزمالك مباراه صعبه، مش هقول مباراه يعني في حاله من التفاؤل لجماهير النادي الاهلي ومتعودين طبعا على لعيبه النادي الاهلي ان هم دايما على قد المسؤوليه، وخلال تاريخ السوبر اللي شفناه من خلال التقرير اعتقد النادي الاهلي عنده الثقه الاكبر في الفوز بالبطوله وفي تفاؤل اكبر، لكن الملعب ليه معادلات خاصه كده، وخاصه زي ما انت بتقول محمد في بعض اللعيبه المجهده، احمد فتحي من اكتر اللعيبه اللي عملوا مجهود، وحتى محمد بيقول لسه ما زال لحد ما باين عليه. اعتقد اللعيبه الدوليه على رؤيه الجهاز الفني ممكن ما يشتركوش في ميدات المباراه، ممكن واحد بس يشترك والباقي يكون على مقاعد البدلاء يدفعوا بيه من خلال المباراه، لكن ما فيش شك مباراه مهمه. اعتقد الجانب النفسي للنادي الاهلي متفوق لحد كبير نتيجه حتى نتائجه في الدوري الممتاز، النادي الاهلي متفوق اخر مباراه كانت في نهايه الدور الاول واخر مباراه في نهايه الدور الاول. اعتقد النادي الاهلي عنده ثقه في استقرار كمان على المستوى الفني افضل شويه من نادي الزمالك. نادي الزمالك بيعاني من بعض الغيابات، شيكابالا مش موجود، ايمن حفني كان بيعاني ببعض الاصابات، لكن احنا كمان عندنا فقدنا مروان للاسف في بطوله افريقيا كان عنصر مهم جدا، لكن في لعيبه مميزه شفنا في التقرير ان في حتى من اللعيبه اللي عمرو بركات موجود، كلوبالي موجود، في الجانب الهجومي في طبعا عمرو جمال، في كابتن عماد متعب، فكل ديت اسماء اعتقد بتساعد وتدي حاله من حاله التفاؤل، لكن داخل الملعب ال 90 دقيقه بتكون ليها ظروف خاصه. واعتقد كابتن حسام طبعا وجهازه الفني عارفين مدى اهميه هذه المباراه، و
عارفين طبعا ان دي مباراه بطوله خاصه هي صحيح. بطوله شرفيه لكن بطوله تعد للنادي الاهلي بطولة يعني حتى الان النادي الاهلي 9 بطولات طبعا بطوله محسوبه وكمان بتديك ادفانتج بتديك فرصه كمان انك تزود ثقتك في نفسك وهتفرق جدا كمان معاك في بدايه الدور الثاني للدوري المصري. طيب كابتن يعني بالنسبه للصفقات الجديده بتشوف ان ممكن يبقى ليها عامل او دور في مباراه الغد؟ طبعا ما فيش شك يعني اعتقد بيكون وعامل ايجابي في الاجهاد يعني اللي موجود عند بعض في يعني عبد الله السعيد اكيد مجهد اكيد ممكن يكون ليه ادوار معينه في المباراه حجازي بنتكلم على احمد فتحي احنا عندنا لعيبه مميزه النادي الاهلي عنده صفقات تقدر تقول صفقات تقيله صفقات ان شاء الله يستفيد منها بشكل جيد على المستوى الهجومي تكلم عمرو بركات من اللعيبه المميزه مهاريا ممكن جدا يكون ليه دور في المباراه كلوبالي لعيب اعتقد عنده رغم صغير في السن كان عنده خبرات كويسه وعنده سرعات بشكل كويس هيلعب كسترايكر او تحت عمرو جمال لو ده من على حسب رؤيه الجهاز الفني اعتقد حتى الاستقرار الفني والتشكيله الاساسيه للنادي الاهلي اعتقد تشكيله كابتن انت ما بتتخيلش انها ممكن تتغير ما اعتقدش هيكون في تغيير في حدود الاجهاد زي ما اتكلمنا او كابتن حسام اشار لبعض يعني احمد فتحي ما زال عنده حجازي مثلا كابتن حجازي ممكن يبقى نجيب وسعد ممكن اعتقد ناحيه الشمال هيكون حسين دلوقتي ناحيه اليمين محمد هاني اعتقد دلوقتي حتى باسم مش موجود خرج مش موجود فممكن يكون فرصه هاني اكبر وسط الملعب ما فيش يعني خلاف ممكن يكون موجود حسام غالي وحسام عاشور اكرم توفيق كمان من اللعيبه المميزه ممكن يكون موجود في المباراه الوديه ايضا فلا في عناصر الحمد لله النادي الاهلي عنده عناصر مميزه جدا في الجانب الدفاعي والهجومي فان شاء الله نتمنى التوفيق اكيد كلنا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ويبقى زي ما بقول لك بطوله وكاس جديد يتحط لكن ما تعتقدش كابتن يبقى في مفاجات من كابتن حسام بدري في اشراك اي لعيب او حتى نادي الزمالك حتى لو انت في دماغك اصل المفاجات هتبقى مفاجات يعني الامور معروفه واللعيبه معروفه ممكن تكون مفاجاه في اشتراك لاعب معين من اللعيبه الجديده مثلا عمرو بركات يبدا او كلوبالي يبدا ممكن يكون كلوبالي هو الاقرب انه يبدا لكن ممكن جدا نلاقي عمرو هو اللي بيشترك او بيبدا دي ممكن تكون مفاجاه في بدايه التشكيل لكن مش في الهيكل الاساسي للفريق طيب كابتن يعني تحب تقول بقى الجماهير الاهلي بقى قبل ما نختم مع حضرتك كده اولا انا اتشرفت طبعا ان انا اكون موجود في قناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي طبعا انا يعني جماهير العزيزه جدا على قلبي وانا دايما بفتخر ان انا ابن من ابناء النادي الاهلي يعني ده دايما وسام على صدري ان انا ابن من ابناء النادي الاهلي ودايما بحاول بقدر الامكان اكون عند حسن الظن ودايما بكون يعني ان شاء الله باذن الله اخدم النادي الاهلي في المستقبل القريب او المستقبل البعيد حساباتك كابتن تدريب النادي الاهلي في يوم من الايام مفيش شك طبعا شرف لاي حد من ابناء النادي الاهلي يكون موجود على يعني المسؤوليه الفنيه لكن طبعا كابتن حسام ان شاء الله بدايه رائعه للدوري وان شاء الله باذن الله يوفق في امنيته كلنا اولاد النادي الاهلي ما يهمنا هو مصلحه النادي الاهلي النادي الاهلي ده من نادي بطولات ان شاء الله باذن الله يعني حتى وانا بره النادي الاهلي انا بخدم النادي الاهلي مجرد تواجدي كمدير فني في المنتخبات اعتقد ده برضو بيزود او جزء من رد الجميل للنادي الاهلي وان شاء الله يعني اتمنى التوفيق لبكره النادي الاهلي ويفرحنا دايما ان شاء الله التوفيق يا كابتن حضرتك ما فيش حد بيختلف عليك اخلاقيا مدرب لعيب ما شاء الله على حضرتك واحنا كنا بنعتبرك قدوه وما زلت طبعا قدوه في هذه زي ما بنقول كره القدم اللي ممكن تكون فيها صعوبات كتير ما زلت طبعا كابتن في تقدم يا رب بامر الله تبقى موفق مع منتخب مصر المحلي اكيد بشكرك ونورتنا وشرفتنا كابتن خليك ميرسي يا محمد كنت سعيد جدا طبعا مع وجود كابتن هاني في قناه الاهلي وجوده معايا يعني خاصني بوجوده معايا في استاد الاهلي اكيد مكملين مع نجومنا وطبعا نجوم النادي الاهلي اللي دايما بيبقوا موجودين في قناه الاهلي بيتكلموا عن ذكرياتهم وايضا عن مستقبلهم يعني هيكون بعد الفاصل ان شاء الله معايا نجم مصر ايضا نجم النادي الاهلي احمد عادل انتظرونا ما تروحوش في اي حته